متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللايف وهذا البث المباشر. معكم صحفي هاني شمشون، ودلوقتي احنا قدام المعلمه شيماء بنت المعلمه عزليه تزف خبر حزين للمتابعين، وهو باختصار عن غياب المعلمه عزليه شهرين عن السوق. الحقيقه وكمان هتقول لنا ايه حكايه وعدها، ويا عيني اتكسرت يا عيني من عيون الناس، عيون البشر. قال المعلمه رايحه ولابسه كيلو ذهب، قالوا المعلمه جايه ولابسه كيلو ذهب. الست طبت وقعت يعني خليني اقول لحضراتكم حادث اليم. ايه اللي حصل والتفاصيل في سوق الجمعه، وهذه نشره سوق الجمعه ننقلها لكم ونقول لكم ايه اللي حصل. على فكره بقى يا جماعه، على فكره بقى يا جماعه، ده اول ظهور لشيماء وتبدو حزينه حزينه حزينه. ايه اللي حصل يا شيماء؟ ايه اللي حصل؟ ازيك يا استاذ هاني؟ عامل ايه؟ ايه اللي حصل؟ عامل ايه يا استاذ هاني؟ الله يخليك، قولي لي ايه اللي حصل؟ استاذ وليد عاملين ايه؟ والله اول امبارح امي كده خرجت من البيت، راحت فجاه اتصلت بيا قالت لي ان هي تعبانه. عقبال ما خرجت وراها كانش في حد في الشارع، لقيتها واقعه ووشها متخرشم من هنا، ايوه، وايديها ورجلها جات لها فيها شرخ، ايوه، وما ينفعش ان هي عيني تجبسها عشان خاطر هي عندها السكر، وجايه جات لها غيبوبه سكر في البيت فعلا. يا ساتر يا رب، غيبوبه سكر؟ طب مش هي ما عملتوا ايه؟ انت لما سمعت الخبر رحت عملت ايه؟ احكي لي التفاصيل. هي اتصلت بيا قالت لي الحقيقه انها تعبانه، عقبال ما خرجت لها لقيتها واقعه، بقيت عماله اعيط اعمل ايه؟ جبنا لها دكتور في البيت وقال لي يا ماما لازم توديها دلوقتي مستشفى لان جات لها غيبوبه سكر. قال لي لازم انت اديتها بقى الانسولين والدكتور كتب لها على علاج جبته وكده. والحمد لله اهي في البيت اهي. طمنينا على حالتها دلوقتي. تعبانه والله الحمد لله. طيب. الناس اصلا مفكره ان امي يعني مش أيوة قادره اقول لك فاهم ايه. والله العظيم ده فعلا دي والله العظيم دي حقيقه، دي عين اقسم بالله دي عين. ايوه امي امي عليها عيون كتير، ده مش عايزه اقول واحد راشق عينه في حياتها. يا امي مش عين واحده، امي عيون عليها 100 عين و100 الف عين و100 الف بق بيتكلم على امي. بس عايزه اقول للناس ان ربنا ما بيديش حد حاجه هو ما يستاهلهاش. ايوه اي حد في اي حاجه في اي ظرف هو يستاهله ادام ربنا مديهوله. بالظبط، دي تجربه وربنا ان شاء الله هيعديها على خير الحمد لله. طب قولي لها شيماء، يعني اكتر حاجه المعلمه يمكن كانت بتقول توصيكي قبل تنزل السوق وتقول لك كانت بتوصيكي بايه؟ لانك انت دلوقتي مكانها. تفضل تقول لي، تفضل تدعي لي، تقول لي خلي بالك من نفسك، ربنا يرزقك، الله يسهل لك، تفضل تقول لي كده. ايوه بس خلي بالك من فروشات، خلي بالك من ناس. كم واحد هنا عندنا بيفرشوا هنا معانا ناس، يعني ستي جوزها مثلا ميت ارمله، تقول لي تقول لي خلي بالك من خالتك ام محمد، خلي بالك من خالتك ام عمرو. كم تقول لي خلي بالك من الناس دي. ايوه ففعلا ببقى بخلي بالي منهم. قولي لي يا شيماء، بتنزلوا امتى؟ عشان الناس بتقول فاكراكم مرفهين، بتنزلي امتى يوم الخميس؟ والله احنا بنصحى يعني يوم الخميس طبيعي، بنصحى مثلا 8 7 لو عندنا مدارس. انا عن نفسي لو بنتي في مدرسه بصحى لها من 8 أيوه. من 7 وقت ما بصحى ايوه، لغايه بقى ما يجي مثلا بنتي بقى تيجي من المدرسه بنقضي يومنا كانه يوم طبيعي خالص أيوه. بس ما بننامش فيه خالص، بنبقى مطبقين لغايه النهارده بالليل. انا عن نفسي افضل مطبقه، وامي برضك نفضل مطبقين، وننزل السوق نشيل ونحط ترابيزات ونعدل الترابيزات للزباين لما يجوا، ونخلي بالنا من ده ونخلي بالنا على حاجه ده لغايه ما السوق يخلص. اللي هو على الساعه كام يعني؟ لغايه دلوقتي السوق شغال اهو، وانا احنا من امبارح بالليل هنا اهو، هنا اهو فاهمني. بننزل من الساعه 8 نفرش، من الساعه 8 من الساعه 8 نفرش. ده مش بيبقى يعني مجهود زياده عليكم؟ والله ده اكل عيش ربنا بيبقى مقوينا، لان هو يوم في الاسبوع ربنا بيقوينا فيه، فلازم ننزل نجري على اكل عيشنا. لو ما جريناش على اكل عيشنا مش هنلاقي. الدنيا صعبه دلوقتي والظروف وحشه. بس هتكلمينا طيب، بس معلش مره تاني كده عشان الناس مش عارفه، يعني ايه وقعت واتكسرت مره تاني؟ وقعت جات لها غيبوبه سكر. يعني كانت فين ورايحه فين؟ هي كانت في البيت نازله تجيب حاجات، ايوه، ويا دوبك ما خرجت من البيت لقيتها بتتصل بيا بتقول لي اطلعي لي انا تعبانه. المعلمه عسليه. عقبال ما بطلع لها، على فكره امي زيها زي الطفل الصغير،
انا عن نفسي ما بعمل امي مش بعملها ان هي امي، انا بعملها ان هي بنتي. هي امي قلبها طيب، بتطلع حتى لو قعدت تزعق وكده، بتطلع بتنزل على ما فيش، قلبها طيب. طب ايه اللي حصل يا شيماء؟ برضو غيبوبة سكر. يعني ممكن تقول مثلا ان في حد كده مش عارف ايه اللي حصل، جات لها غيبوبة سكر. غيبوبة عندها السكر، عندها السكر وعندها قلبها تعبها شويه. من قد ايه كده؟ سنين السكر؟ لا بقاله سنين. بعد يعتبر هي اصلا دلوقتي في المرحله الاخيره بتاعته دي، بتاخد له 3 مرات انسولين. 3 مرات؟ 3 مرات، مره الصبح ومره العصر ومره بالليل، 3 مرات تاخد انسولين. دي عين صح؟ الحمد لله اللي ربنا كاتبه احنا شفناه، الحمد لله الحمد لله. بتطلع اصلا من حاجه تدخل في حاجه تانية خالص. فجاه تلاقي جنابها وجعها، خفت منها اوبا قلبها، اوبا رجليها، اوبا السكر كده. والله لو قعدت يومين كويس تلاقي تقعد تزعق معانا احنا في البيت، تبقاش طايقه نفسيها، حاجات كده بتحصل غريبه. طيب عايز اسالك عن السوق، بتدوريه ازاي وماما مش موجوده او المعلمه مش موجوده؟ والله هو انا يعني خلاص حفظت الاماكن والترابيزات والفروشات والزباين، والزباين معايا هنا كلهم اخواتي واصحابي وكده وجادعين معايا، واليوم اللي امي ما بتبقاش موجوده فيه ببقى واقفه ملاحظه كل واحد بيعمل ايه، عشان ابقى امي تقول لي لازم انت تقعدي تبقي مخليه عينك وسط راسك. يعني لازم انا اخلي بالي. وصيتك بناس؟ يعني قالت لي خلي بالك من فلان وفلان؟ ناس هنا كده معينين، هي اصلا لما بتيجي هي ذات نفسها يعني بتبقى مخليه بالها منهم عشان هما يعني على الله. المعلمه عسليه اخر حاجه الصبح طبعا كانت نازله، يعني كانت قالت لك مثلا هنزل هاجي هقاوم ولا قالت لي انا نازله؟ قالت النهارده يعني قالت لي لا، هي مش قادره تحط رجلها الارض، هتنزل ازاي اصلا؟ مش قادره تحط رجلها الارض. طب الحاله دي ممكن تغيب قد ايه يا سيدنا؟ باذن الله يعني يا رب تخف النهارده قبل بكره يا رب. بس ممكن تقعد قد ايه يعني في المره؟ والله مش عارفة، يعني ممكن 15 يوم، يعني ما احنا رحنا المستشفى قالوا لنا 15 يوم. 15 يوم؟ شرخ في رجليها. وهي شوية تقيلة يعني لما بتقع بتقلها على أي بني آدم تقيل حتى لو رفيع. أي بني آدم تقيل على رجله طبعا. فهي أما وقعت بحملها كله طبعا، لازم رجلها توجعها طبعا. طب قولي لي يا شيماء، انت هنا في السوق اكتر حاجه كبنت المعلمه، بس برضو بيحصل مضايقات، يعني حد يستظرف، حد يخف في دمه، انت بتقاوميه ازاي؟ او مثلا بتتعاملي معاه ازاي؟ اكيد باللي احنا شايفينه ده مش بلغه القوه يعني. ما بيحصلش والله. سعيد خالص. هم بيعاملوني ان انا اختهم وان انا شاب زيهم، وان انا اصل بنعامل هنا بعض بالرجوله والجدعنه. من غير رجوله وجدعنه مش هتعرف تعيش، والست هي اللي بتسمح اصلا للي قدام منها ويعملها ازاي. بس كانت بنت ولا ست هي اللي بتسمح للي قدام منها، لو جرأته معاها في الكلام خلاص، لكن اي كلمه ليها حدود. واي بني ادم لازم أن يكون ليه حدود. حتى لو هزرت معاك، ما انا بهزر وبضحك وانا همشي اعمل كده؟ لا بهزر وبضحك وكل حاجه، بس ليك انت او غيرك، ليه حدود معايا؟ في حدود. لازم انا اخلي ايه؟ اخلي ليك حدود معايا. ما خليتش معاك حدود خلاص كده هتبقى الدنيا فتح مدايح. هتبقى سايبه. لا لازم انا اخليك ليك حدود. ان موقف كده اتعرضت ليه وحلتيه من غير ما تقولي لامك للمعلمه يعني؟ ما بصراحه ما بخبيش عن امي اي حاجه. امي اصلا محور حياتي. فاهم؟ حتى بعد ما اتجوزتي؟ بعد ما اتجوزت، لو اتجوزت 20 مره. امي محور حياتي. دلوقتي احنا شفنا مكياجك يوم الفرح بتاعك، وشايفينك دلوقتي من غير ميك اب، انت دلوقتي زي القمر يا فندم. تسلم. قولي ايه لكل بنت بقى بتحط ميك اب كتير لا ما تحطيش ميك اب كتير هتبوظ. بس كده؟ انا؟ بصوا يا جماعه. جمال طبيعي اهو. طبيعي. معلمه بقى وعينيا ايه؟ اتفضل. لا عايزه اقول لك ان اي بنت ما بتحط ميك اب كتير كده بتبوظ بشرتها اصلا. بتبوظ جمالها الطبيعي بتاع ربنا،
لان اللي بيشوفها على طول واخد عليها ان هي بالميك اب، فلما هتشيله مش هيعرفها او مش هيعرفها. لكن لما هتبقى عايشه كده طول الوقت من غير ميك اب وهتيجي تحطي ميك اب، اه هتبقى زهره وجميله برضك وكل حاجه. بس في ناس، انا عن نفسي ناس يقولوا لي انت ما بتحطي ميك اب بتبقي وحشه فعلا، يعني والله يقولوا لي كده انت من غير ميك اب بتبقي جميله. افضل اقول لهم يا جماعه حد يقول لي ان الميك اب بيوحش؟ يقولوا اه. حد قال ان انت شبه حد من الفنانين؟ اه كلهم بيقولوا ان انا شبه الفنانه الجميله ليلى علوي، بس مش عارف. اه شوف حته واحده يعني بيقولوا كده، بس انا مش مصدقه. بس انا لما بشوف لها فيلم تفاحه تبي شبهها، بحس ان هي انا توامي. اه والله، بس هي جميله بصراحه انا بحبها. الحاجات الشخصيه بتشارك الجمهور فيها، يعني ما بتشوفيش تطلعي على صفحتك لايفات او كده، انت مع مع الصحفيين بس بتطلعي، يعني مهتمه بالسوشيال ميديا؟ مع انك ركبت ترند كذا مره، كنت ترند كذا مره، ركبت كتير. بس انا بتحرج، انا من النوع اللي بتحرج قوي. وبعدين احنا لغايه دلوقتي امي ذات نفسها مش عملت لنفسها صفحه. امي مش، احنا مش ماديين يا جماعه، اللي بيركبوا على السلام والحاجات دي كلها ماديين، احنا مش ماديين، احنا بحب الناس. فواتش قوليها قوليها بتقول ايه؟ فواتش تقول له ايه؟ فواتش يا وحيد يا لاشين. ايوه ايوه انا بحب الفواتش. انا مش بقلل من حد يا جماعه والله. مساجده مساجده جميله، بس بحبها، بس متابعيها بتابعها. وبس كلمه بتحب الحته دي فيا. اه هي دي بتقول له يا وحيد يا لاشين انا بحب الفواتش.